السلام عليكم، هذه قناة عمان الثقافية والتي تشير ساعتها إلى الثامنة. نحييكم ونقدم لكم أخبار الثقافة، والبداية مع أبرز العناوين. مشاركات متنوعة من محافظة البريمي ضمن فعاليات مهرجان الثقافة الأول على مستوى السلطنة. جمعية المرأة العمانية بولاية بوخا تنظم دورة تدريبية في الخياطة والتطريز. أهلا بكم. ضمن فعاليات مهرجان الثقافة الأول والذي انطلق على مستوى السلطنة، جاءت مشاركة محافظة البريمي في المهرجان. المشاركة تضمنت عددا من الفعاليات التي عكست ثراء الحركة الثقافية في المحافظة. الحركة الفنية في محافظة البريمي بدأت منذ حقب زمنية بعيدة، ملامحها أخذت في التطور والنضوج تماشيا مع نهضة أخرى شملت مختلف نواحي الحياة. وهنا نتحدث بشيء من التفاصيل، أمسية موسيقية شارك فيها عدد من الفنانين قدموا من خلالها مقطوعات متنوعة. دائرة نظمت حفل موسيقي غنائي تاريخ 16 أكتوبر بمشاركة بعض المواهب الفنية في مجال الموسيقى والغناء من المحافظة. قدمت في بعض الأغاني الشعبية اللي أطربت الجمهور. نظمت وزارة التراث والثقافة مهرجان الثقافة 2019 ووزعت الأنشطة على شتى محافظات السلطنة، وكان نصيب محافظة البريمي تنفيذ ثلاثة أنشطة على مدار هذه الأيام. المهرجان الثقافة كان من 14 إلى 23. فرقة مسرح الشرق نسجت خيوط التميز على مسرح تعليمية البريمي، وذلك من خلال مسرحية نسيا منسيا. هذه المسرحية جاءت لتؤكد على مستوى النضج الذي وصلت إليه الحركة المسرحية في المحافظة، ولغة الإنجازات تتحدث عن ذلك. فرقة مسرح الشرق الحمد لله مثل ما شفتوا أنجبت هواة وأنجبت مسرحيين، ومشاركتنا اليوم في مهرجان الثقافة التي تتبناه وزارة التراث تأكيد لمشاركتنا ولإثراء الحراك المسرحي في الولاية. مهرجان الثقافة في نسخته الأولى سيشهد إقامة العديد من الفعاليات الفنية المختلفة في عدد من محافظات السلطنة، وذلك في الفترة الممتدة من 14 وحتى 24 من أكتوبر الجاري. أنور بن زاهر الغريبي من مسرح التربية محافظة بريمي. التعريف بأحكام قانون العمل لنساء العاملات بمنشآت القطاع الخاص محور ندوة تعريفية نظمتها وزارة القوى العاملة لرفع مستوى وعي المرأة بتشريعات العمل والقوانين الخاصة بها. سعت الندوة إلى إبراز القوانين التي كفلت حقوق المرأة وواجباتها، بالإضافة إلى التعريف بحقوقها ومصالحها في العمل. وأوضحت وزارة القوى العاملة أن الندوة تأتي مواكبة مع ارتفاع عدد النساء العاملات في القطاع الخاص، حيث وصل عددهن إلى أكثر من 62 ألف امرأة عام 2018. نظمت جمعية المرأة العمانية بولاية بوخا دورة تدريبية في الخياطة والتطريز لنساء الولاية على مدى شهر كامل. الدورة التدريبية تسعى إلى تشجيع المرأة لإنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة تساهم في تحسين مستوى الدخل لأسرتها. يأتي تنظيم الدورة ضمن خطط وبرامج جمعية المرأة العمانية بولاية بوخا، وبهدف إعداد وتأهيل المتدربات للانطلاق في سوق العمل وتمكينهن اقتصاديا، ما يساعدهن على تحسين وضعهن المعيشي والاستفادة منها بشكل شخصي. هذه الدورة بتكون دورة تعليم أساسية الخياطة، يتعلموا على المكاين ويتعلموا قص الباترون، يتعلموا تفصيل القطعة وخياطة القطعة للكبار وللصغار. في الدورة فيها شهر واحد هذه، وتكون الدورة هذه للأساسية الخياطة والتعليم على المكاين، والدورة اللي بعدها بتكون تكميلية، والدورة اللي وراها تكون فيها شهايد إن شاء الله. الهدف الأكبر من الدورة اللي هو استغلال الاقتصادي للمرأة ومعرفتها
التفاصيل الدقيقة للخياطة. هاي طبعا الدورة الأولى اللي هي الدورة الأولى للمبتدئات، من خلالها راح تتعرف المتدربة على مبادئ الخياطة الأولى وكيفية استغلال القطع، القص والخياطة. الدورة التي فتح فيها المجال لمشاركة كافة نساء الولاية ممن يرغبن في تعلم الخياطة والتفصيل للتدريب على مختلف المهارات اليدوية في مجال الخياطة والتطريز والتعرف على أهم أساسيات الخياطة وأدواتها وشرح مبسط عن مكائن الخياطة وكيفية استخدامها والتعلم على كيفية أخذ المقاسات وطرق قص القماش. في مثلا أسر محتاجة ومنتجة، فهالأسر ممكن تستغل هالخامات وتبدأ يعني تسوي بزنس خاص لها، تفصل فيه أشياء بسيطة في البيت ممكن كتجارة يعني، وتستفيد من هالأسر المنتجة هذيلة. توفر كثير من الوقت، يعني أنا أسير الخياط وأدور خياط من خياط لخياط، يمكن يمر نص يوم أدور خياط، خاصة على أيام العيد والزحمة ما نلاقي خياط يأخذ لنا القطعة، فاقتصرنا على عمرنا، وأنا ببدأ فصل قطعتي قبل العيد بشهر أو شهرين وأنا مخلصة أموري. مثل هذه الدورات تساهم في رفع دخل الأسرة ويكون لها الأثر الإيجابي، سواء كان بيع مستلزمات الخياطة أو خياطة وتفصيل الملابس النسائية والتقليل من الاعتماد على محلات الخياطة الأخرى. من ولاية بوخا محافظة مسندم، نجم بن عبد الله الشحي. بر ثقافتي مستمرة من قناة عمان الثقافية وتتابعون فيها بعد قليل. اللوفر يحتفي بذكرى مرور 50 عاما على وفاة الرسام الإيطالي ليوناردو دافنشي. أهلا بكم مجددا. كشفت الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة عن استضافتها لأعمال المؤتمر الدولي للاستدامة والموارد والتكنولوجيا في فبراير من العام المقبل. المؤتمر الذي سيستقطب عددا من الخبراء والأكاديميين سيساهم في رؤية عمان 2040 وتنويع مصادر الدخل في السلطنة والمنطقة، مما يجعل السلطنة رائدة في التحول التكنولوجي نحو مستقبل مستدام، إضافة إلى إنشاء منصة إقليمية لتسريع نشر الابتكارات التكنولوجية المتطورة تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة وتعزيز مبادئ الاقتصاد الدائري. في العاصمة الفرنسية باريس يستعد متحف اللوفر للاحتفال بذكرى مرور 50 عاما على وفاة الرسام الإيطالي ليوناردو دافنشي من خلال إقامة معرض يضم مجموعة من الأعمال الفنية للرسام الإيطالي. نتابع. لمسة أخيرة لمتحف اللوفر الذي يضم لوحة الموناليزا لليوناردو دافنشي يضعها على أحد أكبر معارضه على الإطلاق لأعمال الرسام الإيطالي، لكن مشاركة أغلى لوحة في العالم في المعرض لم تحسم بعد. وأعد اللوفر أكثر من 160 لوحة وتمثالا وغيرها من أعمال فنية ترجع لعصر النهضة لعرضها في معرض يقام للاحتفال بذكرى مرور 500 عام على وفاة دافنشي. لكن لم يحسم بعد ما إذا كانت لوحة سالفاتور موندي، أي مخلص العالم، المنسوبة لدافنشي والتي بيعت في مزاد بدار كريستيز عام 2017 مقابل 450 مليون دولار ستشارك في المعرض، وكان العاملون باللوفر قد طلبوا ضمها وما زالوا يأملون أن تصل وتشارك فيه. وغادر دافنشي موطنه إيطاليا بعد وفاة معلمه وأمضى سنوات حياته الأخيرة في فرنسا ضيفا على ملكها حتى وفاته في مايو أيار عام 1519 في قصر لوار فالي الذي كان يسكنه. ويفتتح المعرض يوم الخميس 24 من أكتوبر تشرين الأول،
وسيضم 10 لوحات لدافنشي، منها لوحات معروضة في اللوفر. وفي الأسبوع الماضي وافق قاض من البندقية على إعارة لوحات لدافنشي للمعرض على أن تعرض في باريس لشهرين فقط بسبب هشاشتها. ويختلف الخبراء على عدد اللوحات التي تأكد نسبها لدافنشي، فيقول البعض إنها 14 لوحة، ويقول البعض الآخر إنها 17 لوحة. ولن تشارك في المعرض لوحة الموناليزا، أشهر لوحات دافنشي والمعلقة في اللوفر منذ الثورة الفرنسية، ويشاهدها نحو 30 ألف شخص يومياً. ويتوقع المتحف أن يجتذب معرض دافنشي 500,000 زائر على الأقل حتى انتهائه في 24 من فبراير شباط. قبل ختام نشرتنا الثقافية، هذه عادة لأبرز العناوين. شاركات متنوعة من محافظة البريمي ضمن فعاليات مهرجان الثقافة الأول على مستوى السلطنة. جمعية المرأة العمانية بولاية بوخا تنظم دورة تدريبية في الخياطة والتطريز. نلتقيكم بإذن الله في جولة أخرى من أخبار الثقافة. كونوا دائما بخير، في أمان الله.